هل انتهى عهد الدولار الأمريكي في التجارة العالمية؟ قد يصبح ذلك ممكناً لأن اتفاقية حاسمة كانت موجودة لعقود من الزمن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، معروفة باسم اتفاقية البترودولار، انتهت صلاحيتها في 8 من يونيو/حزيران. الاتفاقية أبرمت في 8 من يونيو/حزيران عام 1974 عندما وافقت الولايات المتحدة على شراء النفط من المملكة العربية السعودية مقابل المساعدات والمعدات العسكرية. في المقابل يستثمر السعوديون عائداتهم من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي. بشكل أوضح، البترودولار هي الدولار الأمريكي مقابل صادرات النفط الخام، وبانتهاء الاتفاقية سيسمح للسعودية ببيع نفطها بعملات مختلفة مثل اليوان الصيني واليورو والجنيه الاسترليني، وكذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين. تسيطر الولايات المتحدة من خلال الدولار على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يؤثر انتهاء الاتفاقية أو انهيارها في قيمة الدولار وهيمنته على التجارة العالمية. كما يتوقع خبراء أن تفك السعودية ارتباطها بالدولار الأمريكي بعد انضمامها إلى مجموعة بريكس التي تسعى إلى إعطاء الأولوية للتجارة بالعملات المحلية. ورغم تنافس روسيا والمملكة العربية السعودية على الابتعاد عن التداول بالدولار الأمريكي، فإنه لا يزال العملة الأكثر هيمنة في العالم. لكن هل يمكن أن نشهد نهاية وشيكة له؟